السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة جيمنج وذ طريق البحور. آخر شيء طبعا كنا في هالمكان وكلمناها وقالت لنا نتخلى عنها. احنا حاليا هني نبي نروح هالمكان، يعني لازم اروح ساوث ايست. اوكي، وانا شفت الساعة مساعة هني، اوكي لازم امشي في هالاتجاه عشان نروح للمكان الموجود في الخريطة ونشوف شنو هو بالضبط. عندنا بيت نمل نتجاوزه طبعا كالمعتاد، نمشي وان شاء الله تكون الامور تمام. Mia, are you there? I will keep looking for you anyway. صح، راح نتم ندورها في كل الاحوال. هني كان هاي طريق. كيف انا قاعد اروح نورث يا اخي، ورجعت. اوكي نمشي عيل في هذا الاتجاه. اوكي نعبر بين هالصخرتين. انا احاول اني ما اوقف وايد في الاماكن لان ما ابي حياته وطاقته تنزل، فبس اخليه ينام وعلى طول اقوم واتحرك عشان نعدي. اوكي الحين شنو هالشي؟ هاي مركب. Help is on the way. Come in. هو هاي مو مركب، بسم الله هاي شي يطيح. اوكي سؤال مهم، شلون استخدمه؟ ممكن تركب. اوكي في هنا اضغط شي. اوه صير اتسلق المكان. بليز ميا. شوف الحين شلون اللي بيصير. اعتقد انه هو نزل. اوكي نزلنا تحت، فحاليا احنا هني. الهدف ما ادري، لحظة في اغراض هناك. منو الشخص اللي قاعد في هالمكان قبلنا؟ بعد ما ادري. اوه عنده حبال وادوات. اوه شكلنا بنغوص. في شي ثاني؟ لا. اوكي شكلنا بننزل تحت. أمان يعني عادي ولا أخاف ولا شلون؟ أوكي أنا أنزل. عندنا تحت حاط لي خط اللي هي عبوة التنفس، ما أدري إذا شي اسمها صدق ولا لا، الاسم من تأليفي. المهم إحنا نمشي مع هذا الحبل اللي انقطع. الله انقطع. زين أنا شلون الحين؟ شلون اعرف يمين يسار؟ غالبا يسار لان كنا يمين مسكر. ايه اوكي حلو كالحبل مرة ثانية. ما ادري وين بنروح يعني، بس ان شاء الله يعني ان شاء الله تكون نهاية اللعبة سعيدة. طبعا انتو حاسين معاي ان احنا قربنا من نهاية اللعبة صح؟ لان انا احس بهالشي. اوكي طلع لي ان في موقع جديد في الخريطة. المهم احنا نطلع هني فوق عشان نرجع نتنفس بشكل طبيعي خلاص يعني. اوكي حلو طلعنا، معنا اني انا كنت اخاف اركب او كنت اخاف انزل في الماي في هاللعبة. اوكي يقول انه هو عطشان طبعا. لحظة شوي خلنا نطلع هني نشوف الخريطة احنا الحين وين. اوكي احنا هني عند هذه البحيرة، احنا هني حاليا. أعتقدني لازم أمشي للبحيرة، يعني هاي الشيء الوحيد اللي شكله مثير للاهتمام هني. بعد لحظة تذكرون بداية اللعبة يوم وصلنا وبعدين ركبنا فوق، معقولة يكون هاي نفس المكان ولا لا؟ ما لخص ما أدري، يمكن قاعد ألف. زين خليه يشرب ماي شوي لأنه هو من ساعة يحن علي يقول إنه هو. أوه هاي خلصت وهاي خلصت وهاي خلصت، الله علي ما عندي ماي. خسوي هارفست. اوكي الحين أكل وكل. اوكي خلينا نفكر الحين وين نروح، او ما ادري شلون نقرر على اي اساس. لحظه هني كانه في عبالي في شيء مثير للاهتمام. ميا كم ان بليز. اوكي عبالي بيقول لها شيء مثلا انه هو غاص او توجه لمكان معين، بس واضح انه ما في فايده. وهو يدري انه ما في فايده انه يقول لها شيء لانها طبعا ما قاعده ترد عليه. انا ما ادري ليه قررت اني امشي في هالاتجاه، بس
الأرضية حسستني أني صح لازم أي هني بسبب الخشب أو الأخشاب المحطوطة، أني المكان خطر يعني. بس هذه المعدات معدات ناس يعني أعتقد أنهم من يعني شافوا الحضارة وعاشوا في المدن، لأن أهل الجزيرة ما يستخدمون هذه الأشياء. أوكي أنا الحين وين؟ بطل خريطة. أنا هني. أوكي صراحة ما أدري وين بروح، يعني ما أدري إذا صح اللي أسويه ولا لا، بس نمشي نمشي بس. أوكي نزلنا بعد تحت، والماي للأسف مو نظيف، مع ان المكان يحسسك انه هو شنو نبير، فكان عندي امل انه يكون الماء نظيف شوي عشان نقدر نشرب ويكون وضعنا شبه زين. بس انا يعني ما ادري شلون، ما ادري شلون ادبر له ماي ابدا، ما اشوف انه في كوكونات او اي شيء من هذا القبيل. اوكي توهك ترى ما ادري وين اروح، ما ادري على اي اساس امشي الحين، الخريطة فاضية ما ادري يعني. لحظة خلينا نشوف، ما ادري عادي انزل في الماي مو بعادي، انا خاف صراحة، خاف يطلعون لي تماسيح ولا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. وين اروح؟ اروح هناك. بسم الله والله عبالي شي يهجم علي. اوكي بعدين اروح هناك، الجزيرة صغيرة يعني اللي في النص، يعني ارضية صغيرة ما ادري، بس تبيت شي رحت هناك ولا شنو؟ الماي امان يعني انا ما اشوف شي فيه، بس ما ادري ما ادري اذا في شي ممكن يقتلني. يا رب احصل فاكهة او شي اكله. لها بفاكهة ان الفاكهة فيها عصير، يعني ممكن ان هي تريحني من سالفة انها عطشان. بسم الله والله عبالي تمسح، أركض بسرعة مو لازم أتمشى في الماي. طبعا ليه عباية تمسح؟ لأن واضح أن البيئة بيئة تماسيح، ليش الخشب شي كأنه يوجهني لمكان معين؟ زين وين أروح؟ يصغر الضفادع، ناكل. اوكي يمكن لازم اروح هني ولا فكرة مو بزينة، ولا عبالي فاكهة. اوه لا مكان صغير ما في شي يعني. اوكي نكمل الهبل اللي قاعد اسويه. لا اصبر شنو اني ترست وين؟ ما في ترتاح هني، هني تسمد لين الله يفرج. اوكي مساحة شوي كبيرة، ما ادري اذا بستفيد شي يعني من المكان. في شي ناكله؟ ما في شي ناكله، ايش دعوة اي شي. اوكي قاعد امشي هني على اطراف صراحة، ما ادري يعني ما اذا بستفيد شي ولا لا. الريال طاقته قاعد تخلص،
شكلنا بننام على الأرض واللي يصير عاد. لأنه بعدين يعني الحين أمشي هني بدون هدف. الصراحة أني ما أدري إذا قاعد أمشي صح ولا لا، ما أدري وين وصلت. هاي شنو؟ لحظة، في شي هني. أوه، شكلنا وصلنا مكان جديد. الموسيقى والتفاعل اللي قاعد يصير مع اللعبة. هذا مشروم يصير أكله ولا يسوي لي مشكلة؟ لا عادي. أوكي، وصلنا مكان جديد. أهم شي إن شاء الله يعني يكون في سرير داخل عشان أقدر أنام. بس خلينا نشوف هني يمكن نحصل شي. كلها أشياء فاضية، ماي، أي شي. ليش زي ما مجهزين لي النار مثلا؟ إذا حتى لو مجهزين لي النار لازم أنا أروح أجيب لي شو اسمه، لازم أنا أروح أجيب لي ماي من هناك، ماي ملوث، وبعدين أطهره. لا أدش أنا داخل هني أشوف شنو هالشي، عبارة عن شنو. هناك في فاكهة. هني هالمكان شنو، مسكر؟ الفاكهة أحسن أكلها على طول، لأن إذا خليتها بتعفن. هني في أغراض منثرة و ما أدري شنو هالمكان صراحة، لكن واضح إن حد من البشر كان موجود هني. بشكل لازم أكمل طريقي هناك، لكن لحظة خل أشوف هني إيش عندنا. أوه، خريطة، حلو. هاي شنو؟ ياخذه قهوة. هني عندنا شنو؟ اوكي خلنا نسمع. دكتور سميث، ريبورت نمبر 23. Again, it's about Higgins. His behavior is starting to spiral out of control, and his obsession with his wife's health is disrupting the team's work. Once again, I want to make it clear that I don't have the professional knowledge to diagnose him, but I suspect a mental breakdown. It's getting worse with each day. Should I put him on medication? We have some sedatives on hand. Please advise. Oh, I almost forgot. I've packed all the specimens according to the new guidelines. I hope this time they will reach their destination without any problems. End of report. Okay. الوضع كان صعب من قبل. هو خلنا نقرأ. Field Project Department. Okay. رسالة إلى Philip Smith. Okay. المهمة راح تفشل بسبب إنهم ما عندهم الأوبجكت واي، العنصر واي اللي هو شنو ما أدري. الأوامر إنهم يطلعون من المكان، وإن أي حد يتأخر في أمر الإخلاء ما حد راح يهتم فيه. ويقول لهم خلوا كل أدواتكم وراكم. مكتوب إن كل أعضاء الفريق يوم يرجعون إلى وطنهم راح يتمون في حجر صحي كلهم لمدة سنة، وإنهم متفقين على هالشيء من قبل، وإنهم واقعين على العقد اللي يقول أو اللي نص بهالكلام. اوكي، وهاي الامور المحظوره اللي المفروض ما يسوونها انهم يتواصلون مع الاعلام او يتواصلون مع اشخاص، لازم ما يتكلمون مع مراكز بحوث ثانيه. اوكي، يعني بس هذه هي القوانين وهذه الامور. اوكي، هنا عندنا داتا شو، اشوف هالرساله. لحظه، اوكي، الرساله الى نفس الشخص اللي هو فيليب سميث. يقول لهم انك يبي كل التقارير يتم تسجيلها بسبب مشاكل واجهوها، ولازم يكون للتسجيلات أرقام، وكل واحد يسجل لازم يعرف بنفسه والموقع اللي هو موجود فيه. كاتب أن التسجيلات الصوتية راح يتم جمعها مرة في الأسبوع كلها، وفي نفس المكان اللي تهبط فيه الطيارة، المكان المعتاد اللي هو كل خميس. وأن التسجيلات لازم يكون فيها نوع من السرية، وأنها مجهزة و بوضع آمن وجاهزة لتسليم الطيار. أوكي، قاعد يصير ظلام، ما يقدرون يشوفون شيء ولا لا. هني عندنا تونة أكل، وهني ملك. الحين زاد العطش عنده ولا لا؟ شربت حليب ولا ما زاد؟ أوكي، هني عندنا أقدر أسوي سيف جيم، وهني أكل، هاي شاي، هاي أكل عساكر. أوكي، أعتقد إني شنو راح أسوي؟
اعتقد اني لازم اخليه، لازم اشد نار عشان اقدر اشرب ماي، لانه وايد قلنا عطشان. بعدين راح ادش واكمل افتش ان شاء الله. اوكي شوي ضبط امور، راح نخلي نشوف هني كان في جهاز تسجيل نسمعه. اوكي يتكلم عن جيك انه هو كل تركيزه على زوجته. صراحة ما يلام، يعني المرض اللي فيها مو بشي هين. المهم خلا سيف. اوكي اعتقد اني فتشت كل شي هني. خلا اطلع. اوكي اوه لحظة، الخريطة اللي انا اخذتها ترى ما شفتها كلش. اوكي انا هني. هاي الخريطة. اوه انا هني، انا كنت هني صح؟ لا حول. اوكي في اكثر من موقع تتوقعون انه يعني انا وين بالضبط؟ اعتقد ان انا هني، اعتقد اني مشيت هاي كلها صح؟ من ساعة كنت امشي في الماي. اوكي هني بعد في مكان ثاني ممكن اروحه، بس هل تتوقعون ان احد الاماكن هذه هو المكان اللي خيم فيه جيك مع زوجته في بداية اللعبة؟ اتمنى يعني نوصل لهالمكان ونشوف صاير بالضبط. اوكي خلينا نشوف الشيء الثاني اللي احنا عدينا حذاه. اوكي يصير ندش. حلو مكان مسكر وشكله نظيف، هاي شي غريب طبعا. هاي شو المكان الحين بعد؟ اوه تعقيم حلو نظف. كان عنده، كان لازم اوديه للبحر انظفه، بس حلو. شنو؟ ايه في ايتم لازم احطه هني، او عنصر لازم احطه هني، او شيء لازم احطه هني. في تغيير نسمعه. Observations on Quassia amara, a shrub from the Simarubaceae family with compound inflorescence and small, long, intensely red leaves. Distinctive characteristics: its flower contains chemical compounds, quassin among others, which make this shrub one of the most bitter plants in the world. The natives use it to make a brew for fevers and pain. Unfortunately, aside from this usage, I haven't found evidence of any other medicinal properties. Apart from its terrible taste, the plant doesn't have any other distinguishable features. Of course, a sample along with full biochemical analysis will be included in the nearest transport. End of report. هاي صحافات يمسين فيها وحرام عليكم. رسالة إلى فيليب سميث، يذكرون أنه لازم يفحص كل عينة يرسلونها له. يقولون في آخر ترانسبورت، في آخر عملية نقل، استلموا القليل من فلورا. شنو فلورا؟ ما ادري. استلموا بس 3%، وانه يتوقعون من انه في المستقبل يزيد الكمية اللي يرسلها لهم. وبعدين نفس الشيء ذكرهم بالكلام اللي مساء قلناه، انه يكونون حريصين على العينات اللي يرسلونها له. وهني ما ادري شنو هاي اللي مكتوب. كلام علمي، كلام علمي. عقب كاتبين don't touch، يعني لا تلمسون هالشيء. وهني عندنا ثلاجة تربطها. ما ادري شنو داخل. انفكتد اوه عينه من الدم، بس ملوث او انفكتد يعني مصاب. في تغيير ثاني. دكتور سميث، report number 27. Observations
tree in the Anonaceae family. Yellow and green heart-shaped flowers, oval fruits up to 12 inches long, weighing on average 2.2 pounds. Covered in dark green skin with soft prickles, white creamy flesh with black seeds. Distinctive characteristics, very tasty. I've collected samples of fruits, leaves, and bark. As with many other species, the natives use the guanabana fruit to make anti-parasite brews. I must repeat some tests to be sure, but so far, the evidence for antiviral, antibacterial, and even antidepressant properties is very promising. I'm not sure if I should get our hopes up, but some of the plant substances can even destroy cancer cells. I want to keep my professional cool, but for the first time, I feel that we are actually close to discovering what we're looking for. Out of all the potential samples studied so far, I recommend conducting a thorough analysis on guanabana first. End of report. في جوانبانا اللي هي نفس النبتة اللي الخضرة اللي احنا نستعملها ولا شنو؟ لا مالونيرا ما ايش اسمها هذه جوانبانا، ما ادري اذا شفناها من قبل ولا لا، بس شنا في شي لازم اسويه انا هني، لان شوفوا في شي لازم احطه، اعتقد لازم اخذ الدم واحطه هناك. نشوف هني بعد شنو ممكن نحصل. رسالة بعد، رسالة إلى فيليب سميث. دكتور سميث، نحن قلقون على دكتور هيجنز، إنه قاعد يواجه صعوبات، بس يقولون لك إحنا بنذكرك إنه من المستحيل نحن نكمل البحث بدون دكتور هيجنز، وإن الهدف من هذه الرحلة أهم من أي سبب ثاني شخصي. يعني يقول لنا إن أرجوك تراعي إن دكتور هيجنز مع زوجته مروا في أشياء وايد صعبة، وإن أكيد هذه الظروف بتأثر على أعصابهم. يعني يوصون على دكتور هيجنز إنه يعني لا تكسي عليه. بعدين كاتبين ان العينة من اخر العينة اللي ارسلوها يعني لهم في اخر دفعة كانت مكسورة، وانا لازم اتحرص على الشحن والسيفتي حق الشحن او الامان حق الشحن. يعني دكتور فيليب سميث هو واحد من الاشخاص اللي كانوا موجودين هني، وفي حد هناك يعني من بلدهم قاعد يرسل لهم هذه الرسائل. انا اخذت هذه العينة او الدم الملوث، so this goes here. Now I just need the right sample. Okay. شنو right sample ما أدري. هاي ممكن. باي ما أدري. ليش صار يوم حطيت تباكو هاي يصير؟ أوه هاي يصير بعد. Okay. شلون أعرف شنو العينة الصح؟ اوكي بحثت لان خفت اني اجازف، وبعدين بعين الشيء اللي حطه يأثر على نهاية اللعبة او نهاية الاحداث، فطلع ان الشيء اللي لازم احطه هو ضفدع. السؤال المهم، وين احصل هذا الضفدع؟ ما ادري، ولكن لازم احصله. ضفدع شيء برتغالي اصفر، بنحصله في مكان ما ان شاء الله. خلوني ادور، واذا حصلته برجع لكم. تعورت. اوكي شنو الشيء اللي دغني؟ هل هاي هو؟ ما ادري. اوكي يمكن صح، يمكن خل ارجع ونجرب. احنا مو مشكله يعني، تونا مسويين سيف. ان شاء الله الاصابه ما تكون قاتله، ان شاء الله اني اقدر اتعالج بعدين، مع انه ما ايش قاعد يصير فيه الاضاءة، يعني قصدي الرؤية غير واضحة. انا وين والله ضاعت علومي؟ وين الخيمة الثانية؟ كاي لا، هاي الخيمة اللي انا توني كنت فيها. اوكي هني لازم ادش. اوكي السم شكله حاد، لأن مكتوب تحت عندي رقم 8، والوضع يعني في حالة خطرة. اوكي هنجرب نحط الضفدع، طبعا هو حي ترى، ونشوف. أنا ما ياخذ وقت لأنه ما عندي وقت طبعا، على قيد الحياة غالبا راح أموت. إن شاء الله ما أموت. هاي شنو؟
خلص نجحت هاي هاي علاج يعني. This can't be true. Mia, I found it. Answer, please. I have a cure. Come on. God damn it, speak to me. اوكي الله يسامحك يعني عقب ما حصلنا علاج بعد ما تردين علينا. خليني اجرب اخذ حبوب بما ان عندي. اوكي قل كان رقم 8 وحين قل خليني اخذ بعد. اوكي تعالج حلو خلينا نطلع من هني خلصنا اعتقد من هالمكان. خلينا نطلع. اوكي الحين طبعا هو تعبان من اللدغة ومن التسمم اللي صاده فخل اضبط اموري وبعدين نكمل رحلتنا. اوكي اكتشفت شيء، شفت النبتة الصفرة لما نكسرها او لما نقطعها ممكن تسوي لها هارفست، فبعدها شو يصير؟ يصير عندك فايبر تقدر تولع النار بدون لا تقعد تنتظر لين النباتات تجف وتقدر تستخدمهم. الحين اقدر اشب النار بسرعة. اوكي الحين وضعنا تمام، فاعتقد ان احنا راح نروح شرق اللي هو ايست ونشوف شنو راح يكون هناك. اعتقد ان احنا هني حاليا لازم نوصل هني، لازم نروح ايست ان شاء الله يعني يكون كلامي صح. مهم نمشي في هالاتجاه، وطبعا ما في ارض لازم نمشي في الماي. ما ادري اذا هي فكرة زينة ان انا انزل وامشي في الماي لمسافات طويلة وايد، يمكن الأحسن أنا أسوي شيء. إن الله يستر. أوكي طبعا نكون محافظين على الاتجاه الصح اللي هو إيست. أوكي أنزل هني صح. أهم شيء إنه شنو؟ إنه ما يكون في تمساح في الماي، هاي أهم شيء. زين الحين السؤال المهم، ما في سؤال مهم بس اتوجه هني ان شاء الله يكون كلامي صح اللي قاعد اسوي صح. اوكي الارض مقطوعة ف كان لازم اروح هناك ومن هناك اعدي شي. اوكي انا جيت من هني هني، خلنا نمشي هني نشوف. ما ادري يعني الصراحة وين لازم. هذا شنو هاي؟ اوه مكانهم مكانهم. هل لازم بعد اسوي الوصفة؟ ايه لازم اسوي الوصفة. اوكي راح نوقف هالحلقة هني. طبعا حصلنا علاج لمية بس الحين مطلوب منا نحن نوصل لها ونحصلها ان شاء الله. الحلقة الجاية راح نسوي الوصفة ونشوف شو اللي راح نكتشفه. اعطوني رايكم في الحلقة، لا تنسون اللايك والاشتراك والتعليقات الحلوة اللي دايما اشوفها منكم. تحملوا بروحكم والله يحفظكم.